تقنية البلوكتشين أو ما يسمى سلسلة الكتل نشأت مع بحث لشخص مجهول اسمه ساتوشي ناكاموتو في عام 2008، ونتج عنها عملة البيتكوين الشهيرة. وتعتبر البلوكتشين قوية التشفير والثبات في المعلومات، مجالات جديدة للشركات والبنوك الراغبة في المحافظة على بياناتها. وفي هذا السياق أقيم في الرياض ملتقى خاص بالبلوكتشين وأهمية تحول الجهات الحكومية والخاصة إلى استخدامها. تطبيقات تقنية البلوكتشين تطبيقات عديدة جدا واسعة، من أهم تطبيقاتها موضوع زيادة الحماية، طبعا مواضيع اللي هي الانكريبشن أو ما يسمى بالتشفير. تقنية البلوكتشين من أهم ميزاتها أيضا اللي هي يعني عدم إمكانية اختراقها بالوسائل المعروفة والوسائل المتاحة اليوم. مشكلة اليوم طبعا قواعد البيانات لأنها مركزية في حد ذاتها، فاختراقها يكون سهل ومجرد اختراق النقطة التي تحمل قاعدة البيانات هذه. بينما تقنية البلوكتشين لأنها موزعة على مئات الآلاف من الأجهزة في العالم، فاختراقها يكون جدا صعب، أنك تحتاج أن تخترق المئات الآلاف من الأجهزة هذه في نفس الوقت حتى تتمكن من تعديل معلومات معينة في اللي هي في قاعدة البيانات هذه. ويرى الخبراء في هذا الملتقى أهمية البلوكتشين واستخدامها لا سيما في مجالات البنوك والتعاملات المالية، إضافة إلى المحاكم والتعليم وما يتعلق بتثبيت المعلومات ومنعها من التزوير، كما يحدث في الشيكات أو شهادات التعليم وأحكام القضاء. بلوكتشين معروف عنها البيتكوين، بس هذا أول تطبيق نعمل على التقنية، على تقنية البلوكتشين، والآن نجدها موجودة في المحاكم مثلا، ممتازة جدا لأنها بتضبط عملية لما واحد بتقدم مثلا بقضية في المحكمة، بتقدم أنت الابليكيشن أو الطلب بتاعتك وبترفق معه أوراق، الأوراق هذه مستحيل أحد يستطيع التلاعب فيها. تقنية البلوكتشين بحكم طبيعة التقنية والتشفير بتاعها مستحيل التلاعب أو التغيير بهذه الأشياء. أيضا تطبق في المدارس، في الجامعات، في عندنا نظام مثلا بيضبط عملية الشهادات الجامعية، بحيث لما أنا بنتقل من بلد لبلد شهادتي معي ومعتمدة في الجوال بتاعي. ويرى الكثير من الباحثين والخبراء أن تقنية البلوكتشين ستكون بوابة لعالم كبير من الابتكارات في فضاء الإنترنت وفي زعزعة وتغيير أساليب قطاعات الأعمال، بشكل قد تختفي معه شركات كثيرة أو تتغير شركات أكثر حول العالم ما لم تركب موجة البلوكتشين. قوة تشفير البيانات وحمايتها وثباتها من الميزات الرئيسية لتقنية